تتواصل فعاليات مهرجان الطبول والفنون التراثية في دورته التاسعة، وذلك بمشاركة العديد من الفرق المصرية والدولية. حول أحدث الفعاليات بهذا المهرجان ينضم إلينا الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري من شارع المعز. أحمد، هل لك أن تنقل إلينا الأجواء لديك؟ نعم ريهام، تحية لك. ننقل لكم الأجواء من زاوية أخرى من زوايا مهرجان الطبول الدولي للفنون التراثية هنا من شارع المعز، وتحديدا بجوار السور الشمالي للقاهرة، هذه المنطقة الأثرية والتاريخية البديعة، حيث انطلقت فعاليات اليوم الرابع هنا من فعاليات مهرجان الطبول الدولي في شارع المعز في تمام الساعة 8:30. كان المسرح هنا قد امتلأ عن بكرة أبيه بعدد كبير من الجمهور من محبي هذا النوع من الموسيقى، الموسيقى التراثية، موسيقى الطبول. اليوم كانت هناك فرقة سودانية من دنقلة في السودان أو دنقلة في السودان، وهذه الفرقة افتتحت عروض المسرح اليوم هنا في شارع المعز. تلتها بعد ذلك فرقة مصرية مستقلة وفرقة طبلة الست، وأيضا تقوم بعزف معزوفاتها ونغماتها على مجموعة من الطبال التي تقوم بها أنسة، تقوم بضرب وقرع هذه الطبول. والآن تقوم فرقة أخرى أيضا، باند مصري مستقل، يقوم بعزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية، وستفاعل وحماس كبير جدا من الجمهور. نحن كذلك ننتظر فرقة أخرى فلسطينية، هناك فرقة أخرى مصرية مستقلة من محافظة القليوبية لتشارك في فعاليات هذا اليوم الرابع هنا في شارع المعز. إقبال كبير من المواطنين وسعادة كبيرة من المواطنين أيضا بهذه الأجواء التراثية والتاريخية والحماسية التي سعيد بها الصغار والكبار من مختلف الأعمار، فئات سنية مختلفة وشباب وبنات، وكذلك يعني رصدنا سعادة كبيرة أيضا من الفرق العربية المشاركة هنا في مهرجان الطبول، التي أعربوا عن سعادتهم البالغة بمشاركتهم هنا في مهرجان الطبول من قلب القاهرة لنشر رسالة السلام من خلال الطبول والنغمات الموسيقية. أشكرك ريهام. أشكرك شكرا جزيلا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري من شارع المعز. شكرا جزيلا.